الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ويوافق على منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين لمدة 3 أشهر. وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد في الجزائر. وفي أخبار الاقتصاد نتابع: وزارة المالية تؤكد تبني مصر رؤية إفريقيا في يوم التمويل ضمن فعاليات قمة المناخ. السيدات والسادة، تفاصيل النشرة. لكم التحية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. هذا وقد وجه سيادته بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر تسهيلا على المصنعين، كما طالب الحكومة بمزيد من التعاون مع المستثمرين، مشيرا إلى أنه في حال نجاح تجربة منح الرخصة خلال الأشهر 3 فسيتم مد العمل بهذا القرار. احنا ما المفروض احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين من الحكومة. احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا. بس ارجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمه يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر. فبرضو احنا ما هو السبب في الـ واحنا كلامنا في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر بس مش انتوا، احنا ده احنا كلنا مع بعض ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصه الذهبيه لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شويه مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمده 3 أشهر ونراجع. لو الامور مشيت كويس ولنا حجم الانجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر ان احنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لا، او نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصه الذهبيه للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقه دي. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. كل التحيه يا فندم. كما قال الرئيس السيسي إنه لابد من اتخاذ الدولة إجراءات غير تقليدية في إدارة العمل للحصول على قوة دفع هائلة فيما يتعلق بإقامة المشروعات. يا سيد المحافظ، ما هو البنك عشان يديله تمويل بقى، مش كده؟ مش كده؟ ما هو فلوس، ما هو عايز فلوس على الفلوس اللي معاه برضه عشان يقدر يمول مشروعه، فالبنك بيطلب منه طلبات محددة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ يبقى إذن إحنا لو هياخد تمويل من الخارج، مش كده؟ ولا بتتكلم على البنوك المصريه؟ سواء مصري او خارجي. لا لا لا، المصري هحلها وانا قاعد دلوقتي. خلاص يبقى خلاص، مش محتاجين من الخارج. المصري هقول الاتي:
ان بما ان احنا عندنا قوائم لمشروعات محدده الدوله اقرتها دكتور مصطفى بين وزاره التجاره والصناعه وبين الماليه وما بين اتحاد الغرف، وعرفنا احنا طالبين الحاجات دي احنا طالبينها، اقدر اقول للبنك من فضلك المشاريع دي لما تجي لك لو سمحت يتم العمل معها، ونبقى مستعدين نتحمل حتى لو لا قدر في اي شكل المسار اللي هيتعمل بيه المشروع. هعمل 100 مشروع بالطريقه ديت، بالطريقه بتاعت دراسات الجدوى دي ياخدوا 5 سنين وتضيع مني الفرصه 5 سنين، بالطريقه اللي انا بتكلم عليها يمكن ياخدوا سنه، ممكن يبقى جواهم 2 3 مش مظبوطين. عشان كده انا بقول ايه، انا مستعد كدوله ادخل بنسبه انتوا اللي عايز اللي عايز عشان يتجاوز موضوع الوقت والخوف، وده مشروع عشان نقدر نحقق اللي احنا بنتمناه. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة توفر الطاقة للمصنعين بأسعار مخفضة في إطار تشجيع رجال الصناعة وحرص الدولة على استقرار هذا القطاع. أنت تفتكر في حد هياخد طاقة أرخص من الطاقة اللي أنت بتاخدها في مصر؟ لا. بجد؟ لا فاهم، مفيش. غاز أو كهرباء. أنت عارف أن لو سعرت الكهرباء النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن تضرب الرقم اللي بتدفع دلوقتي 10 مرات؟ يعني وده مش هيحصل. احنا حريصين على الاستقرار، استقرار كل حاجة. انا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني، بس انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي، انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي وفرصة كبيرة جدا. واتصور ان اي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، كان انا اتصور ان التحدي بيولد فرصة، بيولد فرصة مش بيولد عقبة زي ما الناس بتصور. لا والله، التحدي بيولد فرص والأزمة بتولد فرص. لو احنا كان عندنا عندنا الإرادة والاستعداد. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بداية من أزمة كورونا ووصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، انعكست سلبا على سلاسل الإمداد، الأمر الذي تسبب في موجة من التضخم اجتاحة العالم. أنا هقول لك وبقول لكم ليكم كلكم يا مصريين اللي بتسمعوني، موضوع أزمة الدولار كاشفة يا جماعة، وبتقول لنا إن إحنا لابد إن إحنا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش مش بتجاب بيها سلع ترفيهيه. ده تطور للاقتصاد المصري يا دكتور مصطفى، والتطور ده ان ما كناش احنا نقدر نسابق الوقت ونحقق ان جزء منه يتحول لفرصه لينا، بان انا انتج جزء كتير او جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره، منها ازود الناتج المحلي، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، منها ان انا اشغل عماله مصريه، اشغل ناس في مصر. ثم الحاجة الثانية، طب ما دي في عوايد لل يعني للضرائب والكلام اللي هو اللي ترتب على التشغيل يعني. وبعدين أنا ما بقولكمش أبدا في أي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس، لا، استهدف إنك تغطي الطلب في مصر. الطلب في إيه؟ من فضلك أوعى تفتكر الكلام ليك أنت، والله الكلام اللي أنا بقوله ده لكل زمايلنا اللي موجودين اللي هم يهمهم ان مصر تستقر وتنمو وتكبر. وعمرها ما هتكون كده غير لما الحكومه مع شعبها، مش انت هنا وانا هنا. الكلام ده انا دايما بقوله، احنا دايما مع بعض، لان النتيجه مع بعض افضل كتير ما تحس انك لوحدك. هذا وقد حي رئيس السيسي اتحاد الصناعات على مبادرته بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه مراعاة لظروف العمالة المعيشية. احنا مع القطاع الخاص بنبقى حريصين قوي. ايوه فندم. ان يعني بنبقى بنتشاور مع بعضنا عشان كل منشأة ليها ظروفها يعني. لكن اكيد انتوا ليكوا تصور، مش كده يا دكتور؟ لكن قول لي كلمه لو انتوا انا ما ده اللي انا بقوله لحضرتك، يعني احنا مش نرفع بس الحد، احنا نرفع كل 300 جنيه حتى لو هو معدي الحد الادنى، فكله هيترفع 300 جنيه. كويس كويس. وفي بعض القطاعات، السؤال اللي حضرتك قلت صح جدا، ان كله منشأ حسب ظروفها، لكن في بعض القطاعات
بنقول بتفضل زميلها اللي فيها عماله كتير وعايزين ننمي مناطق، لكن اغلب القطاعات على فكره يا فندم وفي ظل الظروف هي زودت. انا بس بتكلم بالنيابه عن زملائي، الناس زودت لان حاسين بالغلاء، لكن طالما اشتغلنا واحنا بنحييكم على الزياده. الله يخليك يا فندم، تسلم. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية. دكتور وليد، بعد التحية، قرار منح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر برأيك من قبل القيادة السياسية، هل يكفي خلال هذه المرحلة تحقيق مردود مرجو على القطاع الصناعي والاستثمار أيضا وجذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة؟ وإذا ما ربطنا هذا بالوعد الذي يعني قطعه السيد الرئيس على نفسه في أنه خلال الشهرين القادمين سيتم تدليل كل العقبات من خلال وضع تشريعات ميسرة ومسهلة للمستثمر في الأيام القليلة القادمة. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل مشاهدي القضايا المصريه. وبالتاكيد السيد الرئيس بدا اليوم وكان هذا الملف اصبح الشاغل الاول له، وانه مصمم على النجاح به. وكما اعتدنا ان طالما يد السيد الرئيس واشرافه الشخصي على هذا الملف تم بالفعل، فإن النجاح قادم لا محالة. بالنسبة لمنح الرخصة الذهبية للمشروعات خلال لمدة 3 أشهر، هذه الرخصة الذهبية هي قائمة بالفعل، كان تم الإعلان عنها منذ فترة على سبيل الاختبار، بحيث أن هي كانت قاصرة على مجالات محددة. هي كانت قاصرة على مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، ولكن الآن تم توسيعها. اليوم أصدر السيد الرئيس توجيهاته بأن تشمل كافة المشروعات لمدة 3 أشهر هذه الرخصة التي تجيز لمن يتقدم لمباشرة مشروع أو التوسع فيه أن يعمل مباشرة التعامل من خلال هذه الرخصة، تغنيه عن التراخيص من الكثير من الجهات، يبدأ العمل بصورة مباشرة ثم يتم تقييم الأمر بعد 3 أشهر. سؤال حضرتك المتعلق، هل تكفي؟ أنا من متابعتي أن الدولة نفسها لن تكتفي بذلك، فهي متابعة بصورة عن كثب لمستجدات القطاع الصناعي، وهي جاهزة لتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل دعم هذا القطاع لمباشرة دوره في تحمل المسؤولية في هذه الفترة. ولكن من خلال تخصص حضرتك كخبير تشريعات اقتصادية دكتور وليد، يعني هل بالفعل الدولة بدأت اتخاذ الخطوات الإيجابية في الأيام القليلة القادمة للتسديد من خلال تسديد أي عقبات من خلال يعني سن تشريعات جديدة للمستثمر والصناعة بشكل عام؟ خليني اقول لحضرتك ان مصر بالفعل من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قدمت الكثير من المزايا والحوافز والضمانات منذ 2017، ولكن هي القضيه ان الاستثمار والعمل في النشاط الاقتصادي هو عمل متغير وسريع جدا. نعم. لما مع تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الاوكرانيه الارض نفسها اتغيرت، الامر اللي بيحتاج الى تجديد لما تقدمه الدوله من حوافز، محتاج مراجعه لقوانين الاستثمار. لا نتحدث عن تغيير سريع للتشريعات، ولكن أتحدث عن أن التشريع يكون ثابت كفلسفة كتوجه، ولكن في مجال التفاصيل التشريعية من المهم أن يكون هناك مواكبة لمتغيرات القطاع الصناعي. هذا الأمر بالتأكيد سيرتبط بتوصيات تمت مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي. نعم. اللي اتصور ان مسألة الرخصة الذهبية اكيد بالتأكيد تم مناقشتها خلال المجلس، واليوم السيد الرئيس بيستجيب، وبدأ من حديث السيد الرئيس انه جاهز لان يذهب مع المستثمرين سيما في القطاع الصناعي الى اخر مدى. نعم. بحيث ان تصل الدوله ان يعني يصل بان الدوله جاهزه لان تشارك بنسب حتى النسبه تصل الى 50% من اجل ان يعمل المستثمرين. فايه المشكله؟ المستثمر النهارده الدوله بتقول له انا بدبر لك التمويل، تمويل منخفض التكلفه سواء من مبادرات البنوك المصريه او من التعامل مع مؤسسات التمويل التنموي العالميه. مشكله الرخصه تم حلها النهارده، مشكله الـ القطاعات ودراسات الجدوى مبادره ابدا
بالفعل قامت وبتقوم بتقديم البيانات المتعلقة بالأنشطة اللي جاهزة في مصر والبيانات اللي محتاجينها والقطاعات اللي محتاجة استثمار. الحقيقة الدولة بتمد ايدها لهذا القطاع، وهذا الامر اصبح يعني عايز اقول مصطلح محرج للمستثمر، يعني خلاص انت مالكش حاجة. احنا الناس على اعلى مستوى، على اعلى مستوى السيد الرئيس الجمهورية بنفسه يشرف على هذا الملف. انا كمواطن منتظر من المستثمرين المصريين تفاعل كبير واستجابة لما يقدم اليهم من مزايا وتسهيلات وضمانات وافق مفتوح ويد تمدها الدولة اليهم خلال الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، كنت معنا هاتفيا. على مدار قرون غيرت الصناعة شكل العالم، وفي القرن 21 الصناعة بقت كلمة بتوصف عظمة الدول. دول صناعية بتنتج وتصنع، والصناعة فيها هي الأساس لاقتصاد قوي رغم الأزمات. بالصناعة نقدر نكمل الإنجاز ونوصل لحلم الجمهورية الجديدة. الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 29 ل 31 أكتوبر 2022، مركز المنارة، التجمع الخامس. 100 عام اتحاد للصناعات. من جانبه ثمن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي قرار البنك المركزي بتحرير سعر العملة، مؤكدا أن هذا القرار قوبل بارتياح تام من قبل رجال الصناعة، وأنه سوف يساهم في تسهيل حركة البضائع وخروجها من الموانئ. عايزين نحيي فندم على قرار بتاع يوم الخميس وهو تحرير العملة. احنا عارفين هو هو قرار فيه تحدي كبير جدا، لكن ادانا الضوء التام والارتياح التام في العمل ان شاء الله. كان عندنا تخوفات، يمكن حضرنا كل المؤتمر الاقتصادي يا فندم، وكنا بنتكلم بينا وبين بعض، وكان كل واحد يطلع بيتكلم بيعلق، هو انتوا هتعملوا لنا ايه في البضايع؟ هتعملوا لنا ايه في كذا؟ ده في مصنع. قرار يوم الخميس يا فندم امتص كل ده، وبدات فعلا البضايع تخرج، وبدا يبقى في النظره اللي فيها اريحيه. يمكن لو سمعت لحضرتك اوضح نقطه، هو السعر اللي حاصل دلوقتي ده ما يؤديش الى زياده السعر نهائي، وده اللي احنا بس عايزين نوضحه للناس. هو الناس كانت بتسعر على كام؟ اصلا ما فيش بضاعه، في عجز، فالعجز ده بيولد ان الاسعار بترتفع لمجرد ان في عجز. طب انا لما كله هيشتغل تاني والتسعير الحقيقي يشتغل وكل الامور دي تشتغل، الشغل يا فندم هو اللي بيخلي الاسعار تنزل، توافر السلع هو اللي بيخليها تنزل، انما نقص السلع هو اللي بيخليها ادي الارتفاع. ففندم احنا يعني طول عمرنا داعمين للدوله، طول عمرنا داعمين في القرارات دي زي ما الخطه اتضحت. ولو حضرتك سمحت لي بالنيابه عن زملائنا، احنا عارفين بنحيي طبعا الحكومه على قرارات بتاعت يوم الأربعاء يا فندم، وزيادة الحد الأدنى ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية وكده، لأن عارفين المواطن بيعاني إزاي. إذا سمحت لنا حضرتك في القطاع الخاص، وإذن دكتورة هالة هي رئيسة الصندوق، إحنا كمان في القطاع الخاص يا فندم هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس إحنا هنزود على الأقل اللي هي 300 جنيه كل العمالة، وهننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأن خلاص هنشتغل فلازم الدنيا كلها تمشي ولازم كلنا نشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي يا فندم ان احنا نؤديه مع حضراتكم. كما اكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الفترة القادمة سوف تشهد انخفاضا في اسعار العديد من السلع، واشار الى ان القرارات الاقتصادية التي صدرت الخميس الماضي تعد حافزا لجذب الاستثمار. انا متشكر جدا الاول، متشكر جدا على مبادرة يوم الخميس، وفعلا اللي عايز اطمن بيها الناس يا فندم، دي مش مبادرة لزيادة الأسعار نهائي، دي مبادرة للاستقرار، مبادرة لجذب الاستثمار، مبادرة يدونا فرصة بس شهرين ثلاثة والأسعار هتنزل. بقينا لقيت ناس بتكلمني يوم الخميس، أنا لو رحت البنك دلوقتي هفتح الاعتماد؟ طبعا لا، هتستنى 20 يوم 30 يوم، أنا عندي بضائع في المواني بكم كذا، وعندي في التزامات، بس بدأت تطلع كل ده. طالما الدنيا بدأت تمشي، يعني حضرتك قلت شهرين، فخلاص بالتأكيد إن هي
واحنا شفنا يوم الخميس ده يمكن يخلينا قبل الشهرين ان شاء الله. فالرسالة بس اللي احنا بنحاول نقولها واحنا كرجال صناعة بنطمن الناس انه ان شاء الله في الفترة القادمة هيبقى فيه انخفاض في بعض السلع في الفترة، لان الامور بدأت تمشي وتتحرك. على هامش المنطقة والمعرض الأول للصناعات اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل ابن قاسم الثاني. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. كما أشاد سيادته بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتعدين. جهتهم أكد رؤساء وممثلو الشركات القطرية ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات. أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفضها وإدانتها جميع المخططات والانتهاكات الإسرائيلية من استيطان وضم وفصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الجامعة العربية في الذكرى 66 لمذبحة كفر قاسم دعمها الكامل لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته، داعية الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي تعقد اليوم في العاصمة الجزائرية. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل بالجزائر. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحريات في بلاده مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة، وشدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات تونس. وقال الرئيس التونسي أن هناك العديد من القرائن والمؤشرات التي تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلا عن السماح لقوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها. وأكد سعيد أنه لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب. عشية مغادرته لقصر بعبد الرئاسي، حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون ما وصفها بفوضى دستورية بسبب الشعور الرئاسي لعدم القدرة على انتخاب رئيس جديد، في ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات على حد وصفه. ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبد غدا قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت لست سنوات، إلا أن 4 جلسات انتخابية في البرلمان قد أخفقت في انتخاب رئيس جديد للبنان. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ. يذكر أن بايدن سوف يحضر القمة قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. أفادت مصادر صحفية بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين. وقال سوناك إن الانفاق الخارجي لابد وأن يعود إلى 7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-25. ويشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد خفضت إنفاق مساعدتها الخارجية منذ عامين مع تأثر الموازنة العامة بشكل كبير جراء جائحة كورونا.
اتهم الجيش الروسي أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت أسطوله البحري في البحر الأسود، ما تسبب في أضرار طفيفة في إحدى السفن. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التحضير لهذا العمل الذي وصفته بالإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني للعمليات البحرية الخاصة نفذه متخصصون بريطانيون في منطقة ميكولايف الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه السفن كانت تشارك في حماية قوافل تصدير الحبوب الأوكرانية بحسب قولها. حثت الأمم المتحدة الأطراف الموقعة على اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق قائلة إنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي. هذا وقد دعت المنظمة الدولية أيضا للتنفيذ الكامل لاتفاقية ذات الصلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية. هذا وقد شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغريك على أهمية ذلك للمساهمة في تخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر حول العالم. حذر قائد الحرس الثوري الإيراني المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع، مؤكدا أن اليوم سيكون آخر أيام الشغب على حد وصفه. وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أحد أقسام الشرطة. وأكدت تقارير لجماعات حقوقية مقتل ما لا يقل عن 250 متظاهرا واعتقال الآلاف منذ بدء الاحتجاجات. ذكرت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية أن الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم لا يسبب تهديدا لأمن المفاعلات النووية الموجودة بجنوب شرق البلاد. هذا وقد أضافت اللجنة أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.1 من 10 درجة على مقياس ريختر لم يؤثر أيضا على مفاعل بحثي بمدينة ديجوان الواقعة على بعد 70 كيلومتر من مكان حدوث الزلزال. وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قد أصدر أمرا بمراجعة أمن أنظمة الكهرباء والاتصالات في أعقاب الزلزال الذي يعد الأقوى بين 61 زلزالا شهدتها كوريا الجنوبية خلال العام الجاري والزلزال 38 الأكبر على الإطلاق في البلاد. أفادت وكالة رويترز بأن انفجارا ضخما هز العاصمة الصومالية مقديشو. وأفاد شهود عيان بأن الانفجار ناتج عن تفجير سيارتين ملغومتين استهدفتا مبنى وزارة التعليم الصومالية، ما أدى لتحطم النوافذ في المباني المجاورة. أعادت الفلبين مراجعة حصيلة القتلى جراء العاصفة المدارية التي تجتاح البلاد، معلنة مقتل 45 شخصا بعدما أفادت في وقت سابق بسقوط 72 قتيلا. هذا قد اجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدن عدة في جزيرة ميندناوا الواقعة جنوبا بعد ساعات من تساقط أمطار غزيرة. وفاجأ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات العديد من السكان. وقد أوضح مسؤول الإنقاذ أنهم يحاولون إنقاذ سكان قرية دفنت تحت الأوحال. نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألماني للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة. وتضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة من خلال المحاضرات النظرية والعملية، وتدريب على طرق اكتشافها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش، وكذا تدريب عناصر الخدمة الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأساليب العلمية وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي الجوي. يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية في العديد من المجالات العسكرية. في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27
ودعم القطاع الخاص في حماية البيئة. أطلقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول 2025. زيارة جاءت على أرض الواقع من وزيرة البيئة لإحدى كبريات السلاسل التجارية في مصر والمنطقة العربية لإطلاق ومتابعة تنفيذ المبادرة البيئية الوطنية للتخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول 2025، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة تغير المناخ COP27 والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ. المبادرة دي احنا بنشجعها، احنا في اطار الاستراتيجية الوطنية عرفنا من خلال وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة ان احنا نطلع قرار بان احنا نكبر السمك بتاع الكيس البلاستيك، وده من ضمن الاجراءات التدريجية اللي احنا بنعملها. اعلنا شرم الشيخ خالية من الاكياس البلاستيكية ونزلنا البدائل. هنا في القاهرة بنحاول نشتغل على الهايبر ماركتس الكبيرة بحيث ان احنا نخليهم يعرفوا الناس ايه اضرار الاكياس البلاستيك، طب ايه البديل، طب البديل ده هيكلفني كام، طب هو لو كلفني هيقدر يوفر لي بعد كده. القطاع الخاص احد روافد القطاعات الاستثمارية الهامة التي تدعم خطط الدولة وبخاصة قطاع البيئة في تنفيذ مشروعات بيئية تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية فضلا عن المساهمة في بيئة نظيفة آمنة. احد اهدافنا التنموية اللي احنا نخفض استهلاك البلاستيك ل 2025 نوقفه تماما. فاحنا عملنا خطة من سنتين لان ندور بها على بدائل محلية معمورة في مصر نقدر نقدمها للمستهلك المصري. فعندنا كذا بديل هنطرحه في مؤتمر المناخ. هنعمل بديل ديجيتال او الكتروني للفواتير، ده هيوفر لنا حوالي 720 الف متر من الورق كنا بنستخدمه في بعض الفواتير. العاملون والعملاء اكدوا حرصهم على استخدام تلك الاكياس الاحاديه باعتبارها صحيه وصديقه للبيئه. شنطه صديقه البيئه ومساحتها كبيره بتشيل كذا حاجه ممكن تستخدميها اكتر من مره، لو حصل لها اي حاجه بتيجي تبدليها من خدمه العملاء وبتاخدي واحده من غير اي فلوس. سعرهم مناسب جدا، بيستحملوا حتى لو انت شايله حاجات تقيله وبتقدري تستخدميهم اكتر من مره. انا الحقيقه بحبهم وجبت منهم كذا سايز وبيوفروا عليا كتير قوي، بحطهم في بتنيهم بحطهم في شنطه صغيره وبعدين بقدر اشيل الحاجه بطريقه اسهل وانقلها للبيت. مبادرات وطنية انتهجتها الدولة وبخاصة وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم ملفات البيئة من خلال حملات توعوية ورفع الوعي البيئي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050. شهد الدكتور محمد مختار جمعاء وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توزيع طنين من لحوم الأوقاف على الأسر الأولى برعاية، وذلك ضمن مبادرة حق الوطن التي أطلقتها وزارة الأوقاف. على جانب آخر افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة المسجد العتيق ضمن افتتاح الوزارة 24 مسجدا جديدا. الطريق إلى مدينة الصف بالجيزة لم يعد عناء كسابق الأزمنة الماضية، فمع تبني سياسة وفلسفة الدولة الواضحة لبناء مصر الجديدة طفرة غير مسبوقة في تعبيد ورصف الطرق وإنشاء محاور جديدة فبات الطريق سهلا. نجوع العرب بمدينة الصف كانت على موعد لافتتاح المسجد العتيق في حضور وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة وعدد من القيادات والمسؤولين. بنهنئ أهالي نجوع العرب وأهالي الصف بافتتاح هذا المسجد الذي يأتي في إطار افتتاح 24 مسجدا اليوم، والحقيقة بنشكر سيادة الرئيس على حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها، والحقيقة وبنؤكد على أهمية التراحم والتكاتف المجتمعي في هذا التوقيت. من جهتنا في وزارة الأوقاف وفي إطار توجيهات سيادة الرئيس في قضية الحماية الاجتماعية ضاعفنا نشاطنا الاجتماعي في خدمة المجتمع، فبدل أن كانت الوزارة تقوم بتوزيع 100 طن على 100 ألف أسرة شهرياً ضاعفنا هذا العدد وبدأنا من اليوم بتوزيع 200 طن على 200 ألف أسرة بعزة وكرامة، إضافة إلى تحسين أحوال العاملين أو بعض العاملين في إطار الموارد الذاتية المتاحة. نشهد يعني العمران المنتشر في كل ربوع مصر
وإذا تحدثت عن محافظة الجيزة فقد حظيت محافظة الجيزة بالعديد من المشروعات في مجالات الإسكان وفي المستشفيات وفي الطرق وفي كافة المجالات. المسجد العتيق الواقع في عمق ريف محافظة الجيزة طراز هندسي ومعماري يسر أعين الناظرين، تعددت فيه الزخارف واللمسات الجمالية والإنشائية. حال بناء المساجد في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية ما يعكس رؤية دولة تسعى للخلود. الحمد لله رب العالمين، وقمنا بهذا الإنجاز مع اشتراك جميع نجوع العرب، مش على قد فرد واحد وقرية غمازة صغرى جنبنا قامت بمجهود، ويعني متهيألي كده مركز الصف برضو يعني أما مجهود الطيب مع وزارة الأوقاف برضو جزاها خير، كان بيشرفوا علينا وجزاهم الله خير. تقريبا المسجد 1200 متر، حاليا المصلى الرئيسي أو الصالة الرئيسية فوق حوالي 750 متر، فيه مصلى سيدات، المصلى اللي فوق طبعا بيسع 1400 مصلى، المصلى السيدات يسع حوالي 500 سيدة، وعندنا قاعة مؤتمرات اللي حضرتك فيها دلوقتي اللي شرفنا فيها، وعندنا مسجد وعندنا مبنى خدمات كامل مستشفى، ده كله بالجهود الذاتية وأهل الخير اللي في القرية، وتقريبا الإنشاءات تكلفت فوق ال 12 مليون جنيه. قبل سابق عشرات التقارير سردت عبر الشاشة والأثير عن حرص الدولة الدائم في البناء والتعمير ومشروعات حياة كريمة بالريف المصري التي تنعكس إيجابياتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ومهما تحدثنا في تقارير أخرى لن نوفي الدولة حقها. البناء والتعمير، التشييد والتطوير، نهج الدولة المصرية للارتقاء بمختلف القطاعات لما هو أرقى. مشروعات متعددة في متنوع المجالات تتحدث عن نفسها وعما آلت إليه، كبناء دور العبادة في المدن أو القرى أو النجوع بما يليق بجمهورية جديدة انطلقت وتستمر. من قرية نجوع العرب، مركز الصف، الجيزة، وليد هيكل، التلفزيون المصري. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر تجاوزت مستوى 703 ملايين دولار. من جانب آخر ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف المركز أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 27,056 طنا، شملت بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37,798 طنا، شملت أقماحا وذرة وزيوت طعام ورؤوس ماشية. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر سوف تتبنى قضايا قارة إفريقيا في يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية بمدينة شرم الشيخ يوم 9 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر. وقال معيط إن يوم التمويل يستهدف الإسهام الفعال في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية وترجمة الالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية، على نحو يسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع في المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة. وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز خطاب نوايا مع 3 شركات عالمية، وذلك بهدف دراسة التعاون في مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في مصر، ودراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على اتخاذ قطاع البترول خطوات ملموسة للتعاون مع الشركات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يعد تموين السفن بالوقود منخفض الكربون أحد مجالات العمل التي يسعى القطاع للاستفادة منها، مشيرا إلى أن مصر تدعم هذه التوجهات وتوليها أهمية قصوى. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة السلع التموينية دون أي نقص في الإمداد.
أو زيادة في الأسعار على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا. وأشارت الوزارة في بيان إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية في كافة المخازن تمهيدا لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في إطار تكثيف المعروض منها، مع التأكيد على الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة. أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض تأمين التمويل المطلوب لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك للوصول إلى معدلات تغذية يومية بين 8 و10 ساعات، بدلا من الوضع الحالي الذي لا توفر فيه المؤسسة أي ساعات تغذية في أغلب المناطق بالأراضي اللبنانية. وأوضحت الوزارة أنها أطلقت 3 مناقصات لشراء الوقود بأنواع مختلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لكراسة شروط محددة، بحيث يتم فض العروض في شهر نوفمبر المقبل على أن يبدأ تسليم الوقود في الأيام 10 الأوائل من شهر ديسمبر المقبل. دفعت موجة صعود قوية وواسعة النطاق وول ستريت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة شهية للمستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين. وأنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من 2%، مع تحقيق مؤشري ستاندرد أند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفع ستاندرد أند بورز بنحو 2.5%، وصعد ناسداك المجمع بنحو 2.9%. وزاد داو جونز الصناعي بنسبة 2.6%. تراجعت أسعار النفط بنحو 1% لدى الإغلاق بعد أن وسعت الصين أكبر مستورد للخام قيودها المرتبطة بجائحة كورونا، على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع. وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيك برنت بنحو 1.2% لتصل إلى $95.77 للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% ليصل إلى $87.90 للبرميل. انخفض الذهب بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3% ليصل إلى $1,641.30 للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 1.3% عند التسوية لتصل إلى $1,644.08 للأوقية. ختام ثانية، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ويوافق على منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين لمدة 3 أشهر. وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد في الجزائر. والمزيد عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء في أمان الله.